خدمتي برو ديال لي كرون شيف ونركز بزاف على الجودة تاع المنتوج. لازم لي نخير لي ميور برودوي. عمالكم صح، انا ماشي شاف، حبيت نفرح يما ونلم الفاميليا، وعلى هادي وجدت لهم امبورغور دوبل تشيز كيش ومن تارتين بخبز ديال سيسول اللي كامل يتشاوه ويحبوه. البنامنين من ديال سيسول. تفضلوا يا درا، عجبتكم؟ قهوه وعليها الكلام. دوزيا هي قهوه اللي تخرج عليا، قهوه حليب خرجت هايله بدوزيا. دوزيا هذه هي القهوه اللي كنت نحوس عليها. ها بختار. حميد غادي نكملوا كيما هكا منا غدوه الصباح ولا فرات؟ علاه غاشين يا ودي اللي راه يشربها يقول لي بنينه زيديني. بصحته خليهم يعاودوا مادام عجبتهم، حنا على رانا هنا. زيدوهم زيدوهم. جيب 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 لي قهوة دوزيا. ايوه شبيك حيرة، قهوة دوزيا هي المخيرة. وانتي إلا كنتي متحيرة، قهوة دوزيا هي المخيرة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا ومع حصتكم قهوة سبور. قهوة سبور تعودنا في القهوة هكذا مراد، في مقهى والزبائن يكونوا تما ويدوروا في هكذا البحر ودهالك شوية البحر. وي اليوم القهوة فارغة، قلنا نروحوا للاستديو هكذا، نبقاو في الاستديو حصتين ولا ثلاثة بيسير بعد بداية الموسم الرياضي. راح نرجع للقهوة لأنه الكونسبت نتاع الحال ليميسيون بحد ذاتها هو القهوة، لازم نكونوا في القهوة، لكن دائما مع الممولين نتاعنا في الاستديو بقناتكم قناة الاقتصادية. البداية دائما مع الضيوف، نرحب أخي وزميلي وصديقي مصطفى معزوزي. أهلا وسهلا بك خويا مصطفى. الزول مراد، السلام عليكم، تحية رياضية لجميع متتبعي الحصة تاعنا قهوة سبور في قناة الاقتصادية. بعد عطلة ولينا مراد، إن شاء الله نكونوا في مستوى تطلعات الجمهور الكريم. أكيد. الحقيقة ثم الحقيقة إن شاء الله. إذن ابقوا معنا لأنه فيه مواضيع مختلفة ومتنوعة، أكيد راح يكون الموضوع. ولكن قبل ما نمشي المواضيع لازم نكمل نرحب مراد وردي التقني تاعنا ومحلل قناة الاقتصادية. أهلا وسهلا ومرحبا بك. مساء الخير مراد، بلا ما نغلط اليوم لأن مرتين وأنا نغلط مصطفى. على بالك مصطفى نهار كما كنت هنا كما كنت هنا حصتين في كل مرة يقول لي شكرا مصطفى. تبعتنا. مساء الخير لك مصطفى العائد الموجود دائما وللإخوة الضيوف والحاضرين الصحفي تاعنا والباطل تاعنا. أنا فتك في الأمر. لا نشوف معليش مراد محلل تجربة كبيرة وفي البلاطوهات وفي الإذاعة كذلك. الله يبارك. عمر من ريجا، أهلا وسهلا بك. الله يسلمك، نشكركم على الاستضافة هذه، يعطيك الصحة. الله يعيشك. لا خلاص أنا ولفنا بعضنا وجايتني الألعاب الأولمبية، راح تكون إن شاء الله معنا في البلاطو. نذكروا المشاهد الكريم أنه راح نكونوا حاضرين كل سهرة، في كل سهرة نكونوا حاضرين بالنسبة لهذه المنافسة وهذه التظاهرة اللي هي الألعاب الأولمبية. عمر من ريجا البطل تاعنا، مساء الخير. مساء النور. الله يعيشك بارك الله فيك. بطل العرب، بطل افريقيا 22 مره، وهذه خبرنا الجمهور درك يقول كيفاش 22 مره هذا كاين شاب اسمعني ولا كل عام دابا. لا 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 11 سنه في الفردي، 11 سنه في باريكيب.
دونك سي بور سا 22 انا بالي بسنوات لا لا ماشي هي هي داس 22 يعني تسمى 21 كان يرجع 11 سنة في 11 سنة وانت تعرف تعرف المدة تاع الرياضي مثلا شحال تتراوح بين 10 12 15 حتى 18 سنة اللي طول. إذا نرحبوا بك شارك كذلك في المونديال خمس مرات أو ربع مرات لا لا في الاولمبياد وانا نقول مونديال في الاولمبياد اربع مرات كاتفا دونك تجربه كبيره اتلانتا سيدني و... نعم ولاغريس وبيكان الله يبارك راح يفيدنا ان شاء الله في الالعاب الاولمبيه ما ننساوش حنايا باسكو مره على مره يقول لك واش هاد الشيوخ هذا مازالهم يدوروا مصطفى واش هذا مازال يا خويا علاش الا تحبوا نروحوا نروحوا ما عندناش مشكله لازم نعطيو نمشي على الشباب دونك هنا بدينا نمدوا بشويه انا بدينا بشويه هاو ايمن فريحه نرحبوا بك مساء الخير مساء الخير استاذ سلام عليكم نرحبوا بضيوف الكرام شرف لي اني نكون معكم الله يسلمك ان شاء الله نكونوا عند حسن تطلعات الجمهور ان شاء الله درك المره الثالثه راك المره الثالثه خلاص راني والفت معك صحه ايمن اللي هو راه صحفي عندنا في قناة الاقتصادية. المواضيع يا جماعة الموضوع الأول راح نطرقوا ونشوفوا الفيتيار فيما يخص الزيارة تاع السيد رئيس الجمهورية لمدينة تيزي وزو اللي يعني كانت زيارة أكيد الحضور نتاع الرئيس وكذلك يعني اي لا فيزيتي عده مرافق ومنشآت ودش كذلك منشآت ومؤسسات من بينها احنا خاصة كرياضيين هو ملعب او المركب نسميه يعني لانه كبير 50,000 متفرج مصطفى 50,000 متفرج المركب بتيزي وزو لهذا الفريق ولهذه المدينة العريقة والعتيدة والمجيدة تستهل هذا المرفق هذايا اللي راح يزيد حسب التصريحات نتاع والتصريح تاع رئيس الجمهورية لما نشوف البي تي ار يقول لك هذا راح يكون اضافة راح يعطي يعني إضافة لشبيبة القبائل بالنسبة لكرة القدم ولما نقول إضافة كي نعطيه إضافة ولا دعم لفريقنا معناته نعطيه دعم لبلادنا لأنه راح يكون تمثيل على الصعيد القاري والعربي والدولي فهذا شيء ممتاز إذن نتابع التقرير هذا من طرف لأول مرة مانيش عارف يعني هاك تضحك أيمن هكذا لأنه عنده تجربة الله يبارك ويه القلم تاعه ويمشي لي شكون هو عبد الكريم الأخضري نتابع التقرير تحفة معمارية رياضية سترفع دون شك من همة فريق الألقاب شبيبة القبائل. ملعب حسينيت أحمد بالمدخل الغربي لمدينة تيزي وزو جوهرة أخرى تضاف إلى مختلف التحف الفنية التي تم الانتهاء من الأشغال بها في ظرف قياسي خلال السنوات الأخيرة بعدما تعطلت لعقود. فريق الشبيبة الذي سبق له أن رفع راية الجزائر عاليا في عدد من المحافل الدولية وأرجع الابتسامة إلى وجوه الجزائريين في أحلك الظروف التي كانت تعيشها البلاد كان يفتقد لملعب بحجم وقيمة هذا النادي العريق. بدأ فريق الشبيبة باللعب في القسم الثالث من بطولة رابطة الجزائر العاصمة عام 1946 وصعد إلى الدور الممتاز عام 1969 بعد أكثر من 25 عاما كاملا على إنشائه. ومن وقتها لم يغادر أبدا دور الأضواء لدور الدرجة الثانية في تاريخه. فاز شبيبة القبائل بلقبه الأول للبطولة الجزائرية في موسم 1972-1973 ونجح الفريق في الحفاظ على اللقب في الموسم الموالي كما حصد الفريق لقب الكأس للمرة الأولى في تاريخه عام 1977 وحمل لقب الدوري في نفس العام وحقق بذلك ثنائيته الأولى. ولم يكن ذلك إلا بداية لسلسلة نجاحات لفريق الأسود الذي يعتبر اليوم الفريق الأكثر تتويجا على الصعيد المحلي ب14 لقبا للبطولة وخمس كؤوس للجمهورية. على صعيد الدولي فاز فريق شبيبة القبائل بدور أبطال إفريقيا مرتين سنة 1981 و1990
وفاز الفريق بنسخة 1995 من كأس الكؤوس الإفريقية، كما فاز بثلاثة ألقاب متتالية من كأس الاتحاد الإفريقي في نسخ 2000 و2001 و2002، وهو الفريق الوحيد في إفريقيا الذي حقق هذا الإنجاز. وكانت آخر إنجازات فريقيا الشبيبة في السنين الأخيرة هو الفوز بكأس الرابطة الجزائرية والمركز الثاني في كأس الكونفدرالية الإفريقية عام 2021. وتشاؤوا الأقدار أن تجمع أول مباراة رسمية تجرى على ملعب حسين أيت أحمد الشبيبة بالمولودية، أحد اللقاءات الأكثر إثارة واشتعالا بالبطولة الجزائرية. فهل ستكون تحفة المجاهد الرمز أيت أحمد مفتاح عودة الشبيبة لمنصات التتويج محليا ودوليا؟ شكرا لزميلنا كريم الخضاري اللي هو مدير التحرير بقناتكم قناة الاقتصادية، بارك الله فيك مصطفى. تاع ايام لما تتبع يعني تقرير كيما هذا ماشي تاع يعني تاع بالايجاب يعني ايجابيا من حيث يعني الارقام. شوف الشبيبه، شوف كي دير امتي ريبورتاج خاصه بالنسبه للشباب اي من هكذا، انت تشوف تقول شوف الشبيبه واش عملت. احنا عشناها انا شخصيا مراد مصطفى يعني كل ما هو ممكن ماهوش بالاختصاص تاعنا عمر، ولكن عشنا سنوات وسنوات والشبيبه تدي في الالقاب داخل وخارج الوطن. تفضل مصطفى. اولا نهني عائله الرياضه عامه وعائله شبيبه القبائل خاصه على هذا المكسب الكبير، وهو مركب حسين أيت أحمد، هو اضافه لكره القدم الجزائريه. انت تكلمت قلت باللي هذا المركب سوف يكون لشبيبه القبائل، لكن ماشي كما المولوديه. المولوديه عندهم في الدوكري بريزيدونسيال عندهم التسيير، حنا سي اون ميزا ديسبوزيسيون دو ستاد. لو ستاد فا اتر جيري بار لا دي جي اس دو تيزي وزو. لا دي جي اس دونك هذه ليامات سوف تكون اون باساسيون دو كونسين اونتر لو مينيستير دو لابيتا اي لو مينيستير دو لا جونيس اي دي سبور. سما وزير السكن سوف يعطي رسميا يعني الملعب الى مديريه الشباب والرياضه تاع ولايه تيزي وزو لتكون هي المسير قانونيا لهذا الملعب. دونك انا نتمنى هذا الملعب. انا نقول بالك جو في اتر ان بو شوفان، نقول بليك احسن ملعب في افريقيا، احسن ملعب في احسن ملعب في افريقيا حاليا. هكذا ان شاء الله يكون فال خير لشبيبه القبائل وخاصه حتى الفريق الوطني. واش ينقص ولايه تيزي وزو الان باش يعني نكون نسعوا يعني دي كومبيتيسيون كونتينونتال انترناسيونال؟ يخصنا برك فندق خمس نجوم باش يعني كي نحتضنوا احنا تظاهره كبيره يعني نكونوا قانونيين نستوفيوا الشروط. على بال كي تفتح الشطاد من طرف رئيس الجمهوريه كنت ما كنتش مصطفى ما كنتش انا حنا كنا في لونتير شاركنا احتفالات راح نهضروا عليها الاحتفالات تاع لونتير بمناسبه عيد الاستقلال والشباب. قلت لك كي جا رئيس الجمهوريه عبد المجيد تبون باش يدشن هذا المركب الرائع، على بالك جالي في بالي واحد انسان الله يرحمه للاسف ما راهوش هنا اليوم، المرحوم محمد شريف حناشي. شوف كي نقول محمد شريف حناشي راك تكلم على واحد تبعت هذا الستاد، تبعت كاع لي زيتاب تاع الستاد. درت دي روبورتاج، درت دي زونكيت، فضحت بعض المسيرين اللي ما خدمتش خدمتهم، لكن اعوذ بالله من قولت انا خليها. انا اليوم حبيت نتكلم على هذا الرجل، على بالك تبع البروجي من نهار كان حشيش. سبحان الله. شوف ربي العالمين هذا السيد هذا واش دار باش الستاد هذا يكون رسميا جاهز. عبالك بليك هذا التيران وين تبنى الستاد 50 هكتار 50 هكتار 48 وقيلا 48 سي ان تيران بريفي سي دي فامي تما. انا مثلا العائله تاع بو عمار اللي نسبنا عندهم اكثر من 13 هكتار. كان مشكل كبير وهو يعني ثمن قطعه ثمن
المتر كاري. المتر كاري اهان اهان اه المتر المربع عطوا لهم 500 دينار. لا لا يعني ثمن رخيص جدا اللي قال ما حبوش. اكيد اللي كيشوف يعني محشي في حناشي تقول تقول هو الولايه هو المسؤول تاع هذاك يبا الى جوي سون رول دانترميديير. انترميديير صح صح يعني لعب دور باش باش بين الاداره والعائلات اللي عندها هذا الاراضي هذيك الاراضي. نعم دونك الحمد لله رجل هذا المشكل. الحمد لله وشاكي طاب كان يتبع وكي تحبسوا الاشغال كان يصرح ويعني يفضح هذاك التكاسل هذاك. نعم يعني كنت حابي يحضر يعني سالوي روفوني دو دروا الله يرحمه مكاتب الله. وثاني نرفع القبعه يعني اللي جاء رئيس الجمهوريه المشروع هذا كان حابس. ما على بالك انا درت صريح خطير هذا ليبوك. على بالك احنا اول زياره تاع وزير السكن سي بلعلي بن حيوه صح كي جا لتيزي وزو على بالك كان كان ناض الحشيش فيه خلاص ماشي الحشيش هذا الحشيش تاع اللي ياكلوا البقر. قلت هذا ماشي ملعب هذا مزرعه هذا شوف يعني ربي العالمين هذا هذا الوزير نشكره على على كل حال دار خدمته بصح اللي يخدم اللي احسن نقول له احسنت. على بالك يعني بامر من رئيس الجمهوريه قال له لازم تسال عليه في تبشين هذا الملعب. على بالك كان يجي لتيزي وزو حتى في الليل واحد ما على باله حتى سيد الوالي جلالي دوميل الحيوه ما كانش على باله يقول له انا ما نقلقكش نمشي الوالي خدم خدمتك انا نجي للسيكتور تاعي نشوف بعيني شوف نعطيك هذه يعني باش شوف اللي كان معليش معليش باش نعطيك معلومه تفيد الجمهوريه. على بالك نهار جاب الماضي باش يزور ما عجبوش الحال ماشي كان ضد الزياره قال كان ما نحبش واحد يجي زياره الملعب مازالوا ماشي منتهي. قالوا انا ان شاء الله كي يقضى الملعب هذا يا خويا الزياره تولي مسموحه. دونك مبروك لفريق شبكة نعم. القبائل مبروك للجزائر مبروك للاخوه ان شاء الله. انا كنت مني قلتها في البلاطو هذا ان شاء الله العام الجاي ما فيش يعني دي زيكسكوز لازم لكوب دالجيري في الملعب الراقي هذا. وي هذه قضيه برمجه سيت اون كيسيون دو بروغراماسيون. انا نزيد نضيف لك حاجه برك مصطفى يعني انا عشتها المشاريع هذه الربعه هذه الملاعب انطلقت في 2005 انا كنت في البرلمان وعملت سؤال شفوي في 2007 يعني من 2005 ل 2007 ما كاين والو لا 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 التيرا لا لونفلوب فينونسيير لا ليتود لا ريان ديتو والو. ومن بعد مشات اكشت 18 سنه ما كاين حتى شيء ولي لي زونتربريز رايحين جايين تجي تخدم شويه ومن بعد ما يتفاهموش ومن بعد ما ندخلش انا في التفاصيل هذه لانه ما عنديش يعني ادله ولكن كارثه الكوارث. لماذا؟ لانه 18 سنه روتار الى سوفي غير وهذه قلناها ونزيد نقولوها اراده سياسيه هذه تعتبر اراده سياسيه بعد ما جاء السيد رئيس الجمهوريه عبد المجيد تبون كانت اراده سياسيه في المجال الرياضي هكذا فيما يخص المنشات. المنشات اليوم يعني خذاها بجد وزير السكن اللي مشكور كما قال مصطفى في ظرف شحال عامين ثلاثه اربعه خلاص انا انا انا, أنا فريناها. اذا مازال حاجه مصطفى من بعد راح نهضروها في الشق الثالث اللي هو الاراده السياسيه ثاني تكون في التسيير فيما راحين نتكلموا على التسيير مشكل كبير التسيير تاع المال العام المال تاع المؤسسات تاعنا كيفاش تسير بالنسبه للماركاتو وغيره الى اخره هذا موضوع اخر. اذا مراد انت كتقني اليوم راك عرفت ميلود هدفي الملعب المرحوم ميلود هدفي هو كذلك لاعب كبير نيلسون مونديلا تاع الملعب دويره لا بوينت لا بوينت مبروك عليهم كذلك المولوديه. انت كرياضي كتقني كمدرب كيفاش تحس شعورك؟ على بالي يعني سؤال بسيط جدا ولكن كيفاش تحس روحك درك انت كجزائري؟ شوف نظن الملعب هذا يا اكيد ان شبيبه القبائل تستهل اكثر من هذا الملعب. انا نتمنى كذلك فنادق في هذا الولايه الرائعه الكبيره انا كبيره ب ب ب ب بسكانها كذلك ايزون دي جون عندهم مستوى يعرفوا يستناو اي سون باسيون
إيزون باسيونتي رغم أن فريق شبيبة القبائل شبيبة الألقاب، ولكن كان يبقى لهم برك سرح سرح كما هذا ملعب كما هذا، نظن راح يعطي دافع لتوت لافيل وليكيب تاع لاجياسكا. الأكيد هو أن المنشآت اليوم موجودة، كثر الحديث في الآونة الأخيرة خاصة عندما الفريق الوطني كان يستضيف الفرق الأجنبية في ملعب تشاكير وفقط، والناس قاعد تقول لك تشاكير وما عندناش ملاعب، الملاعب موجودة، ولكن اليوم الملاعب العالمية، لأن نظن الملاعب كما هذه ماهيش عند كل بلد، الناس مازال تعيش بلي مام ستاد وعاودوا رمموها برك وفقط، ولكن لي ستاد هذيك بهذا الارشيتكتور الحجم وبهذا الحجم انا نظن ماهيش موجوده في اي بلد، ولذا نظن كان عندنا فيها تعطيل. هذا الملعب والملاعب اللي ذكرتها راح الفرضية، لأن في الجزء الثالث راح نتكلموا كذلك على أن ماهوش منشأة رياضية وفقط ولكن نعم. تسيير منشأة رياضية من طرف الجميع، وكلنا مرة أخرى مسؤولون على هذه المنشآت الرياضية، ابتداء من المتفرج اللي يجي يشوف المقابلة. علينا الحفاظ على كل ما يدور في هذه المنشأة من أجل اللي كانت كلمة تبديد الاموال قال لي كي تكسر كرسي معناتها راك بدت راك 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 ترمي في الدرهم، كرسي ماهوش 10,000 ولا 20,000 راهو اللي ان بو شير. ولذا اقول اليوم كلنا من الفرضيه لازم يكون عندنا اون فولونتي دالي دو لافون، لازم نديروا ان ديسان دو ريوسيت اللي كاع نخرطوا فيه من اجل اعطاء دافع اخر للرياضة الجزائرية عامة وللكرة خاصة. بارك الله فيك مراد وردي، يعطيك الصحة. عمر مريجا أكيد اختصاص آخر الجيدو، ولكن بدون شك تفرح أنت كرياض النخبة تفرح كي تشوف هذا. لا غير هذا كيما قلت سي تالون لينا الجزائر عندك لي ستاج اونور مونديال باينين هادو شغل كي تشوف هكذا تحس بلي عندك الناس تحب الرياضة. ونشكر كل من ساهم على هاد لي ستاج الإنجاز هذايا على رأسهم الرئيس الجمهورية نشكروه، وان شاء الله ان شاء الله نشوفوا دوت زانفراستركتور في رياضات واحده اخرى. اي والله عادي ان شاء الله تكون باسكو ستاد كما نقولوا جياسكا ما شاء الله جياسكا سي تان غرو كلوب وتستاهل كل خير. وزيد ان شاء الله في جياسكا تعاود تحيه الرياضات اللي كانوا فيها سيرتو جيدو كما جيدو كان وعندها الابطال الافريقيين عندها راح نتكلموا عليها هذه وما بينا تعطينا اكثر تفاصيل فيما يخص لها. ايمن باش نختموا الجزء الاول هذا، شوف يعني سيريشا شوف تم الوقت يفوت بورتو. ايمن حنايا عشنا الرياضه وكره القدم اللي بقاو سيدي في كره القدم من خلال يعني المنشآت، بعض المنشآت خاصة ملعب 5 جويليه هكذا ملعب شاكير شويه يعني، ولكن عنابة نوعا ما. انتوما اليوم شباب، انتوما شباب، شوف الفترة تاعكم المرحلة تاعكم رايحين تعيشوا، انت كصحفي رايح درك تروح تعمل الاقتصادية قناة تبعتك الوهران، تروح ملعب ميلود في تعمل بكل أريحية تما كيف بالنسبة للمنظيرة كيف إلى آخره. كيفاش درك انت تشوف روحك كصحفي بالمقارنة مع الصحفيين الأجانب والآخرين اللي عندهم هذه المنشآت؟ تفضل. هنا بداية نشكر المساهمين في هذا التحف اللي راهم يخدموا فيهم كما شفنا، ماشي غير هذا وان شاء الله ما يكونوش هذا الاخير الملعب الاخير اللي راح اكيد فيه ورقله فيه مصطيف فيه بيتنا وقيله نعطيك ملعب نعطيك. ونتمنى اسمح لي بس نتمنى المسؤول الاول على هذيك لا ولايه ملعب سيك يا صاحبي تحفه كذلك، ولكن الحجم لا ماهوش حجم والله هذيك في التسيير راح نولي لها في التسيير. خليه يكمل ايمن فريق. قلنا بداية نشكر المساهمين على هذه المنشآت الرياضية، وإحنا كصحافة ولا غير حاجة مليحة، وإحنا ماذا بينا نقلوا نوروا الحاجة المليحة توجد لبلادنا كهكذا منشآت، توجد نوروا الصورة المليحة تاع الجزائر بهذا كهكذا منشآت. إحنا نتمنى إن شاء الله من الأنصار يحافظوا على هذه التحفة هذا الصرح الرياضي.
انتوما نشوفكم في لا ريداكسيون مثلا تعملوا بزاف بيان سور الانترنت تدخلوا مواقع سي نورمال من هناك وكذا الخير وتشوفوا بعض الدول كذا الخير وتشوفوا المنشآت هذه اليوم الحمد لله بدون شك كي تدخل تكتب منشآت جزائريه تشوف هذه كيفاش فرق كبير بين المنشآت القديمه والمنشآت الجديده نشوفوا تطور ومازال ان شاء الله نشوفوا تطور اكثر ان شاء الله وي مصطفى اختم هذا تاع تيزي وزو الى بارتيكولاريتي ماشي بس نزوخو به باسكو ما نديروش الشعبوي احنا نقولوا الحقيقه باسكو انا بار اكزومبل انا راني من الان راني نتساءل كيفاش يعني ان كومبلكس باري فا اتر جيري سؤال يبقى مطروح باسكو سي ان بروبليم باسكو كي نشوف انايا اسمحوا لي كي نشوف انايا نيسون مونديلا التنظيم نهار تلعب ليكيب ناسيون ولا يلعبوا المولوديه ولا السي ار بي يودي كارثة. أنا نختم بحاجة قالها سي عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية قالها مسؤولي شبيبة القبائل كواك حلفت ما نهضرش على جيسكا أنا نعاود واش قال رئيس الجمهورية قالهم مانتونو فوزافي لو دروا ديتر امبيسيو قالوا زعما شبيبة القبائل لازم توري العهد تاع سابق بهذه المنشأة الرياضية الكبيرة أكيد. بحضور المدير العام تاع موبيليس وبحضور مميز لازم نقولوها نديرو لا فيريتي باسكو الناس طاحوا عليه على حكيم الدان اليوم يعني شوف حفاوه الاستقبال كيفاش تقبل سي لو بريزيدون اللي استقبل حكيم الدان على بالك عنقو باسكو يعرف قيمه الرجال يعرف قيمه الرياضي اللي مدوا للجزائر باسكو حكيم الدان هو يتعرض لحمله شرسه من بعض الاطراف سامحهم الله. إذا كان هذا الجزء الأول من حصتكم حصة قهوة سبور بالاستديو قهوة داخل الاستديو هكذا أكيد ولكن راح نرجعوا للقهوة في الحصص المقبلة ماهوش بعد العطلة وبعد الألعاب الأولمبية ابقوا معنا بعد الفصل. خدمتي برو ديال لي غران شيف ونركز بزاف على الجوده تاع المنتوج لازم لي نخير لي ميور برودوي عمركم صح انا ماشي شاف حبيت نفرح يما ونلم الفاميليا وعلى هادي وجدت لهم امبورغور دوبل تشيز كيش ومين تارتين بروبس دو سيسول اللي كامل يتشاوه ويحبوه البنا منين دو سيسول يا درا عجبتكم قهوه وعليها الكلام دوزيا هي القهوه اللي تخرج عليا قهوه حليب خرجت هايله بدوزيا دوزيا هذه هي القهوه اللي كنت نحوس عليها ها بغتا حميد غادي نكملوا كيما هكا من غد الصباح ولا سرات علاه الغاشي يا ودي اللي راه يشربها يقول لي بنينه زيديني بصحته خليهم يعاودوا مادام عجبتهم حنا على رانا هنا زيدوهم جيب 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 لي قهوة دوزيا ايوه شبيك حيرة قهوة دوزيا هي المخيرة وانتي إلا كنتي متحيرة قهوة دوزيا هي المخيرة. نعود إذن سيداتي ونسي سادتي مع الجزء الثاني بالنسبة لحصتكم حصة قهوة سبور قلت هذه المرة بالاستوديو نظن في الحصص المقبلة مراد كما قلت أنت بالنسبة لهذه المنشآت وهذه المرافق وهذه الملاعب اللي أصبحت تحفة بالنسبة للرياضة الجزائرية نتكلم على التسيير في الحصص الجاية لازم نخصوا ملف خاص بالتسيير ويعني الشيء اللي راه ضايع بالنسبة لهذه المنشآت ما هيش غير في ملاعب كرة القدم ولكن حتى القاعات هذا يكون موضوع نطرقوا له. الجزء الثاني خصصناه للمشاركة دائما الجزائرية في الألعاب الأولمبية اللي راح في الافتتاح راح يكون 26 تنطلق هذه الألعاب بباريس بمشاركة الرياضيين الجزائريين معنا البطل إفريقيا وشارك كذلك كما أشرت في البداية عمر مريجا
أربع مرات في الألعاب الأولمبية. راح نتكلموا، شوف عمر، راح نتكلموا على الرياضة الجزائرية واش نالت من ألقاب من ميداليات خاصة في الألعاب الأولمبية من 62 إلى يومنا هذا، وكذلك خاصة المساهمة نتاع الرياضيين اللي عايشين خارج الوطن ولكن هما يعتبروا جزائريين ويمثلوا العالم الوطني عام الجزائري، فيعني لابور تاعهم يعني نشوفوا يعني النسبة المئوية تاعهم. ولكن قبل هذا مع دائما ايمن فريحه اللي راه معنا في الاستديو هو اللي راح يقدم لنا هذا التقرير، نتابع التقرير ثم نعود. بعد مرور أكثر من ستة عقود على أول مشاركة جزائرية في الألعاب الأولمبية، حيث كانت نسخة طوكيو 1964 بمثابة الظهور الفعلي الأول للجزائر في الأولمبياد، أين سجلت الجزائر حضورها أنذاك برياضي واحد وهو محمد الزهاري في تخصص الجمباز، ومنذ ذلك الوقت لم تغب النخبة الجزائرية عن الحدث الأبرز سوى مرة واحدة والتي أقيمت بالعاصمة الكندية مونتريال سنة 1976. الجزائر وبفضل السياسة الرياضية المنتهجة تمكن أبناؤها من حصد المعدن النفيس في مناسبات عديدة بمختلف الألوان بين الذهبية والبرونزية والفضية، بالرغم من المنافسة الشرسة التي شهدتها في مختلف مشاركاتها، حيث حقق أبطالها 17 ميدالية، خمس منها حققت بفضل إنجازات حسيب أبو المرقى ونور الدين مرسلي، حسين سلطاني، نوريا مراح، وصولا إلى توفيق مخلوفي. وكانت الميدالية الأولى في تاريخ الجزائري من نصيب محمد زاوي ومصطفى موسى في رياضة الملاكمة، واللذان يتشاركان ثلاث ميداليات برونزية إلى جانب سوريا حداد عبد الرحمن حمد، فيما جاءت الميدالية المتبقى عن طريق علي السعيدي، سياف، محمد علالو، عمر بن يخلف، محمد بحاري. رحلة المجد الأولمبي الجزائري لطالما كان مدعما بورقة رابحة وهي رياضيون مزدوجو الجنسية، بالنظر إلى التكوين الذي يحظى به الرياضي الجزائري ذو الأصول الأوروبية والذين استفادوا من نظام تدريب الدول تمتلك نظم رياضية متقدمة، كما مكنت الجزائر من الاستفادة من خبراتهم في وقت سابق بعد المشاركات الدولية العالمية التي حظوا بها قبل تمثيل ألوان الجزائر والتي تمثل إضافة نوعية هامة في رفع الأداء الرياضي الجزائري. كيليا نمور واحدة من الوجوه الجزائرية المشاركة في أولمبياد باريس والتي تمتلك الجنسية المزدوجة، حيث ولدت صاحبة 17 سنة من أم فرنسية وأب جزائري، مستهلة مسيرتها في رياضة الجمباز من بوابة فرنسا قبل أن تقرر تغيير جنسيتها بعد صراع قانوني تواصل لعدة أشهر بسبب تمسك البلد الأوروبي بخدماتها. ويعود أصل الخلاف إلى منع الاتحاد الفرنسي جوهرة الجمباز الجديدة من التدريب بعد إصابة خطيرة تعرضت لها على مستوى والركبة سنة 2021 لتقرر تمثيل ألوان الرأي الوطني سنة 2023، توجت من خلالها بعدة ميدالية بين الذهبية والفضية لتعتلي قمة أفضل الرياضيين الجزائريين بعد حصولها على لقب أفضل رياضية جزائرية سنة 2023. بروز كيليا نمور أعطى بصيصا من الأمل في محو خيبة أولمبياد طوكيو 2020 التي اكتفت فيها الجزائر بالمشاركة من أجل المشاركة لا غير، فهل سيكون أولمبياد باريس فرصة لإعادة صورة الجزائر الرياضية إلى الواجهة؟ كان هذا إذن تقرير لأيمن، بارك الله فيك أيمن. عاود ذكرنا، هو ذكرنا مصطفى في السنوات من قبل، أمجاد الماضي خمس ميداليات ذهبية، بول مرقى، مورسلي، بنيدة مراح، سلطاني ومخلوفي، هذول ذهبية، والأخرين كلش عندنا 17. بدأت من زاوي وموسى اللي نتمنوا له الشفاء في الملاكمة وغيرها كذلك في ألعاب القوة. فهنا السؤال المطروح، واش الفرق بين الزمان وفي السنوات اللي مرت هذه الأخيرة؟ أون أتوندون بيان سور السنوات اللي راهي جاية هذه بعد يعني عامين ثلاثة هنا شفنا المنشآت، إن شاء الله نشوفوا تتويجات أخرى. واش الفرق؟ هل عمر أنت عشت كرياضي النخبة، يعني هل هذاك الوقت يعني كان ان بريزون شارج يعني لباس بها؟ هل هذاك الوقت كانت سياسة أو منظومة رياضية في المستوى وإلا شيء آخر؟ الله يعيشك. الوقت هذاك كان الرجل المناسب في المكان المناسب. كيفاش؟ سيتادير كانوا مام كي تشوف ان بريزون الفيدراسيون تحس بلي بريزون الفيدراسيون. نعم صح. بلا ما نقولوا اسم بسمع كيما باريزون حنا في جيدو
2008 عندنا دو ميداي اولمبيك من 2008 دونك 2008 جوز اولمبيك بيك عندنا دو ميداي اولمبيك اوليو نزيدو نكملو باش نزيدو احسن نزيد احسن عشينا نتكاليفيا بون نحضروا على الالعاب الاولمبيه اللي وراها سيتي الالعاب الاولمبيك تاع اللي فاتت لا لا تاع لندن 2012 لندن وموراها بريزيل دونك حنا ولينا ميم لي كاليفيكاسيون ولينا ما تكاليفياوش شفت ولينا متكاليفي كنا نروحوا ب 12 اتلات 12 لاعب كاع لي كاتيجوري نروحوا كنا كاع نتكاليفياو شفت باسكو حاجه لي طاب الاولى سي لا كاليفيكاسيون تاعك دونك الكاليفيكاسيون كاش تتكاليفيا سي مع لي غران سلام لي تورنوا هذوك لي متخصصين اللي تدي فيهم النقاط باش تاهل للالعاب الاولمبيه ومن هذاك الوقت ومن بعد تبدلوا رؤساء الاتحاديه دونك ما انفيستيوش لي يجي ما كانش ينفيستي دونك لي يجي يزيد سما يقول لك لي روح لي راه خير ملي لي يجي هي رايحه دونك هاد الرئيس الاتحاد اللي راه دوكا ان شاء الله راهو كيما نقول لك الى تو دوني بور سي زاتليت عطى لهم كاع لي مويا باسكو هضر الرئيس تاعنا هضر الجمهوريه تاعنا هضر قال لهم بلي فو بات لو باكي مع لي جو ميتيران اللي جازو فيه واحد انه قال لهم فو بات لو باكي باش الالعاب الاولمبيه واه كيما كان الحال اليوم راهم راهم في اسبانيا راهم في اسبانيا مازال في ستاج اسبانيا غير يكملوا دوك يدخلوا ديريكت لباريس ان شاء الله وان شاء الله عندنا اسبوار في البون كلاسمون في الجيدو في البون كلاسمون ان شاء الله مصطفى مصطفى ولا مراد المجال مفتوح ما نبقاوش يعني هو تكلم على رؤساء الاتحاديات والتسيير اللي كان يعني لاباس كذا ما تشوفش انتوا انه هذاك التسيير كان مرتبط كذلك بقوانين تتعرف انه قانون الاصلاح الرياضي مثلا 77 ومن بعد ممكن بقات الامور ماشيه ولكن بعد جات قوانين اخرى ما هيش القوانين اللي فاسده لا بالعكس قوانين هي من احسن القوانين يعني معروفه من الجزائر في القوانين تاعها ولكن في تطبيقها في النصوص التنفيذيه في النصوص التطبيقيه في المتابعه في هذا هو الشيء اللي ربما ما كانش ياثر تفضل شوف مراد انا مع واش قال ميري جاراني معاه 100% هو مشكل الكفاءات أيوة مشكل الرجال صح بك بكري كانت الرجال تخدم افيك باسيون تحب العمل تاعها اي والله سي دي فري بينيفول مراد ما يخموش لحاجه اخرى كو l'intérêt suprême de l'athlète et quand je dis l'intérêt suprême de l'athlète ça veut dire l'intérêt suprême de l'Algérie voilà qu'un ouïkhdemo bidoun sans calcul bidoun hisab il met من وقته يمد من ماله تصيبو رئيس فيدرالية ولا عطات له الدولة عطات له سينو ما يهضرش ما يتكلمش كثيرا ما ينتظرش إعانة الدولة يجيب لي سبونسوري دي بروي باسكو سيتان بينيفول اليبوك انا هذوك ما سميهمش دي بينيفول هذوك كانوا دي بروفيسيونيل ودرك اللي راهم سوا ديزون بروفيسيون سون دي زاماتور باسكو ما يعرفوش يخدموا سي لا فيريتي نعطيك مثال في كرة القدم بكري كاين الفوتبول ما كانش دراهم دونك كاين دراهم ما كانش الفوتبول شفت تناقض دونك بكري ميم الروح الوطنية كانت مراد لاتليت ولا غيرها قدامي والله العظيم وكان يدوموندي دراهم ما تقدرش تخلصوا مي اليبوك ما كانوش يدوموندي كاين عندهم القناعة مساكن كاين في الجيدو بوتيتر كانوا يديو 2000 دينار 3000 دينار دو بريم لي سالير سي ابار المولودية اللي كانت تخلص لي سالير تاعها وشوية شبيبة القبائل كي كانت عندها لا سيكسيون جيدو باسكو نعرف انا دي زاتلي كيما واحد كيما علي يدير بطل افريقي لعدة مرات يتكلموا شيباني رياض دونك باش شوف لك بكري جميع الرياضات كانوا الرجال المناسبين في المكان المناسب مالوريزمون درك اسكو هادو دخلاء كيما في الفوتبول يبيع الطوموبيلات يبيع لي زابارتمون يجي للفوتبول ومن بعد يديسيدي هو اللي يجيب لونترينور وما يشاورش لونترينور ولي جوار يجيبوا له لي ماناجير ويدي معاهم سيت اون كاكافوني سا توشي هذا سيت ان فيروس الا توشي كاع لي سبور مالوريزمون انا نتمنى بحاجه برك لازم ثوره في 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 جميع الرياضات اي كومبري الفوتبول بوركوا با اون دوزيام ريفورم كي فا ريفورمي لا ريفورم
مراد جيستومون قبل ما انت عشتها وعرفتها في المتخرج من المدرسه العليا كتقنيين كمدربين وكانوا لا ركشه في مراد في الدي اس تي اس مثلا انا عشت معكم لمده سنه كاين مختلف الرياضات هكذا ديش توكادي بوكسور ليتور الى اخره الى اخره ومستوى عالي اولا من حيث التكوين تكوين كإطار كإدوكاتور كبروف أدجوان دو سبور إلى آخره إلى آخره في المدارس ومن جهة أخرى كرياضيين في مستوى عالي كذلك من ناحية الممارسة وكانوا في لومابس ثاني كانت الجروب مو في لومابس هذاك الوقت كنا نشوفه وكانت النتائج اللي تكلمنا عليها منذ قليل يعني ولكن من بعد غابت خلاص صح كاين بعض الإطارات راهم يتكونوا ولكن حتى اسمع هذه مليحة مصطفى يتكونوا في المدارس ولكن لما يخرجوا ويمشيوا للجمعيات والنوادي ولا مساكن ما يلقاوش روحهم هذه توافقني ولا لا مرات انا نوافقك نقول لك باللي الديمقراطيه ماشي في كاع المجالات صح اونسي توفير فير لا ديموكراسي دو سبور لي اسامبلي جينيرال ولاو يدخلوا فيها اي واحد صح لا حاسب ولا راقب اليوم وزارة الشباب والرياضة تاع بكري وزارة الشباب تاع الرياضة تاع درك ماشي كيف كيف وزارة الشباب واحد الوقت الايفالوي الكونترولي وماشي اللي جات يكون على رأس اتحادية اليوم جمعية عامة ولو كانت تكون مغلوقة بيان كوم يلفو سي لي ميم كي فون تورني الا ماشي مراد بوطاجين مراد وردي الا ماشي مراد وردي بصح بور ان انتيري انديفيدويل اي بيرسونيل با بور ان انتيري جينيرال انا نظن اليوم حان الوقت أن نغير المفهوم جمعية عامة لازم يفو ريفوار لي ستاتو يفو ريفوار لي لوا كي ريجيس سي زاسومبلي جينيرال اليوم أك معايا ولا لا أنا نقول لك هذا هو لو سول إيك باسكو لو كان ديرو لو كومباراتيف الناس ما كانتش تجي هكذا من العدم من العدم تصبح أنت بريزيدون دون فيديراسيون أنت واقي ما لبسش عمرك ما لبست كويسات. سي با نورمال. سيريو، تو نا جامي براتيكي والله غير في السبور تبان وكذا، يسوفي تحط شوية دراهم، يسوفي عندك شوية وعندك بعد دخلات منا، أيا نجي نحكم تال فيديراسيون، تال فيديراسيون، هذا كي شاطرني راي، إي سي لون دي ريزون كوجوردي لو سبور كومونس أ ديسباريتر. اليوم هيمنة وزير الشباب والرياضة ماهيش صحيحة. نقولها بكل لان تتغلب عليها جمعيه عامه يقول لك جمعيه عامه اللي سوفران اللي كذا اللي سوفران بصح دايرين اون بوليتيك اللي سوفران وفيها التكريمات وفيها التكريمات تشوف التكريمات دايرين اون ايفالواسيون دايرين اون كونترول اي با دايرين دي ديباسمون اون اي اون تران دو فوار دي ديباسمون ومن بعد ندخلوا في مجال واحد اخر اون افي دي 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 سبورتيف حنايا خرجوا من المدارس الجزائريه قراو معكم قراو معكم من الفرق الجزائريه قبل كان يهضر لك جيدو في لا جي اس كا تو دي كلوب افي بوكو ديسيبلين اليوم ولاو لي كلوب كاع يتغناو بديسيبلين واحده بالفوتبال وما كفاتش بالفوتبال ولينا مام ليكيب ناسيونال ما ندعموهاش وما نعطيولهاش الاخر انا نظن اليوم لازم ونقولها لك بكل صراحه اذا كان الناس راهي تسمع فيا وهذه حقيقه انا غيور من من واش راني ندير انا ما درتش اكسيدونتيلمون لو سبور انا نحب لو سبور افون دو بارلي دو فوتبول ودنيا انا غيور اقول لك قبيل كنت تهضر على المنشات الرياضيه وقلنا ما لازمش نفسدوها فسدنا الرياضه الجزائريه بواحد الطرق غير اليوم نعطيك كاين دي فيديراسيون اليوم فتحنا لهم بيبان جيب اللاعبين جيب لي زاتليت من برا وي ولادنا هادو ولادنا بصح هذوك لي زاتليت باش يغطيو لا فيبلس دو ترافاي دو لا فيديراسيون اي دي ليغ اي دي كذا وكذا اي نروح نجيب اتليت من هي وخلاص ولا دامي ضايا سي مون اتليت سي با تون اتليت سي تون اتليت اللي جا يمثل الرايه الوطنيه بصح ماشي باسم الاتحاديه انت ما درت والو باش رديتو حاجه كبيره ما تغناش به هو جا الى ديسيدي دو جوي سو المايو دو ليكيب ناسيونال تاع تال ديسيبلين ولا تال ديسيبلين باش ما نسيتيوش يا خويا جاب بارادته اي لايتي فورمي لابا دونك انا نقول لك حاجه اليوم بركاو من الكذب بركاو اتقوا الله ولكن الاول اللي لازم يغير هذه السياسات
هي وزارة الشباب والرياضة. شكرا. انت تشترس نورمال رياضي رياضي كي يحبس لك الكارير تاعو يحبس. خلينا ما نشدك بلوسون على بس كان المخيرين بون سي سيليكسيوني ما يكونش في موم دو لاجي اسك سي نورمال نورمالمون سي اخويا ديج من حتى بارمي لي دي بريمي مونديو واحد شابون دافري ما يكونش بارمي ما عندوش كلمه باش يغير الرياضه تاعو. لا هما تا واش يقول لك عمر يقول لك مثلا يقول لك يسونومبر راهم بزاف مسا كاين حل مثلا قال واحد واحد سيرديس ولا زيد سيرديس امورهم بيناتهم بيناتهم يخرجوا باسكو هذاك اللي يخرج باسكو عمر هذاك اللي يخرج خيلي ميداي مونديال لا احنا محسوبين لا 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 شو ابطال العالم كاين 10 مثلا من العشرة يخرجوا زوج هذوك الزوج لا هذوك الزوج يمثلوا هذوك العشرة خلاص انا نفرح كي نكون انا من هذوك يمثلوني خلاص سي بون احنا هذه غير موجوده انا حاجه ذكرني فيها مراد والله غير ذكرتني فريمون كي كنت انت داير خديت نوت قال لك فرق اسمع ايمن لا فرق اون سال ديسيبلين يتبهى بها وقال لها اون ديسيبلين تعرف بكري في حسين داي في نصر حسين داي ديسيبلين شو هاني كتبت شويه شوف كان عندنا الفولي باسكت هوندبول بوكس سيكليز فوتبول جيمناستيك هذه غير اللي تفكرتها وزيد لي بول لي بول بارك الله فيك دونك هذه ما كانش خلاص فهمتني هذا هو الشيء اللي اثر تفضل عمر قلت لك هذه واش راك تقول اني معاك دركا ولاو يتباهوا غير برياضه واحده وبارك ان سيلو اتليت في الرياضه هذيك سي بعدهم واحد الوغ كو نورمالمون كاع لي ديسيبلين وينفيستيو عليهم وان شاء الله كيما قلت لي انت تهضر على السانك على الياستيات وكذا لي زان فرانسيكتور راحوا ثاني راحوا تاني في الياستيات راحوا في الياستيات الياستيات سبحان الله الياستيات كنا ندخلوا الخوان نخافوا كانوا مراد اكتشفا انت جيت مورانا كانوا يسميوها عمر سي ان اس سونتر ناسيونال دي سبور هكذا لا بروميير برومو دخلوا فيها 26 25 شاب ووحده يعني بنت 25 هذه سي ان اس سونتر ناسيونال دي سبور كانوا دي زالجيريان بروفيسور وكانوا دي زيترونجي ثاني يعني تحفه تحفه تاع واش تقرا جوستو كاع تما الصغر تاعكم انتم تما شتي صال هادو بنا تما وقهنا تما ودرنا نروحوا لايمن ايمن انت عملت التقرير هكذا يا كيفاش يعني تخيلت كيفاش شفت انه خدينا ميداليات 17 ميداليه ومن بعد في السنوات الاخيره العشره الاخيره هذه ولاش كاين خالد هكذا كاين خالد كاين خالد كيفاش انت اخر ميداليه ذهبيه مخلوفي 2012 ايه يعني كاين صح مخلوفي كنا نستناو باش يزيد تطوع احنا ولكن مازال حتى حاجه من بعد ولينا للور تراجع المستوى تفضل يعني احنا كاين خالد احنا ما فك احنا كشباب ما نعرفوش الخالد كنتوما اللي كيفاش ما تعرفش لازم طرح سؤال او طرح سؤال مهم ايه كيفاش ان شامبيون اجوردي دومان اون لو فوا بلو يعني هذا لازم نروحوا السؤال ايه سؤال يعني سؤال الساعة أين هو مخلوفي لازم يعطينا تفسيرات على يعني الاختفاء نتاعه أو مختفي تماما ولازم يعلم الجمهور الرياضي أنه هذا البطل العالمي ياك كان عنده استفاد من منحة الأبطال دونك كيفاش أشاك جو أولمبيك يختفي كيما لا ديرنيير فوا لا ديرنيير مينوت باش شارك درك ما كاشو السؤال يبقى مطروح حتى يعني لا مونتاليتي دي زاتليت تاعنا درك تبدل تاع مراد ما كاش هذاك حب الوطن يعني 100% ويعني يمد الجزائر رغم لي بليسيرك شفنا مورسلي شارك في 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 بطوله عالميه وهو كان مصاب شوف يعني هذاك الحب الوطن راك ما فهمتش انا يعطينا تفسير سيدي يعطينا تشارك ما تشاركش وين راك واش راك دير الدوله عطاتك الامكانيات البروبليم هاوليك اللي تعطي له الامكانيات ما يخدمش اللي ما عندوش الامكانيات مسكينه ويخدم تناقض كبير هذا ايمن كمل الاخر تاعك ولا الخالل رانا احنا ما نعرف ما فهمناش الخالل اللي نورمال رانا نتقدموا رانا نولوا للور مي ان شاء الله هذه النسخه الطبعه هذه تاع اولمبياد باريس راني عندنا هي. عندنا رياضيين ان شاء الله شكون هما سجل عندنا اولهم كيليان امور
أمل الجزائريين قارئين عاشت لها في أوروبا في فرنسا تكوين تكونت في فرنسا فرنسا الأب تاعها جزائري أب جزائري أم فرنسية أي والله فرنسا. يعني الأمل الجزائريين قارئين معلق عليها وعندنا جمال سجاتي جمال سجاتي ثاني رياضي راهم كاين امل عليه باش يجيبنا الميداليه الذهبيه ان شاء الله حتى في مرحله ما كاين 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 امل وما راحينش يلعبوا بعاد على الجمهور انا ضدك دعم الجمهور راح يكون كلي راح تلعب في الجزائر راح يجي الاولمبيك بوكس ولكن النسويه خاصه النسويه النسويه ايمان خليف واحد جيل خليف ايمان خليف تقدر تصنع المعجزه يعني في الجمباز وفي الملاكمه ممكن نحصلوا على ان شاء الله يا ربي احنا نكون لا الجمباز ان شاء الله ممكن زوج ولا ثلاثه صح دو سبيسياليتي دو سبيسياليتي دو سبيسياليتي ما تبليساش برك ان شاء الله ربي بعد العين مي مالغري نجيبوا هذه لي طروا ميداي ان شاء الله سي سارا توجور لارب كي كاش لافور سي سي سور سي واش راني نتكلموا مقبله حنا نتكلموا على التسيير شوف انا راني مع مراد لازم ان شاء الله بعد الانتخابات ان شاء الله الرئاسيه يكون وزير شباب الشباب والرياضه جديد يعني تحذوه هذيك لا فولونتي هذيك الاراده باش يعني يفتح الملف بصفه رسميه وما يخافش الملفات هكذا يروح ليزارشيف تاع البريمير مي مقر الوزاره ما ينفض الغبار هذاك يفتح كاع لي دوسيي وي بون دي ديسيزيون كيما بروفيسور دو ميديسين يديسيدي يوتيليزي البيستوري ماشي تريتمون ميديكال صح بيستوري شيروجيكال شيروجيكال افتح شوف واش كاين داخل والتريتمون باسكو انايا شوف عندنا اطارات كفاءه في التسيير عندنا تقنيين ما شاء الله يقدروا يعني يحكموا الفرق وعندنا سورتو الماده الخامه واش خصنا ومازال شويه المنشات في رياضات اخرى ان شاء الله الدوله ولا زادوا انتخبوا على رئيس الجمهوريه ان شاء الله يزيد يعني يفتح ملفات هذو تاع الرياضات الاخرى هاينا ندير اقتراح اخر ونختم الجزء الثاني هذا نزيد ونضيفوا الاسم الاقتراح تاعك لاباس به يكون وزير كما قلت بيستوري صنديد هكذا صح اثنين انا نظن في رايي وهذا نتوجهوا رئيس الجمهوريه مباشره هاي الكاميرا ونتوجهوا له هكذا يكون مستشار في الرياضه على مستوى الرئاسه كما كاين مستشار في الثقافه ولا في السينما ولا يقدر يكون مستشار لماذا انت في رايك لماذا؟ لما يكون مستشار رياضي على مستوى الرئاسه يكون قريب من الرئيس وقريب من القطاع هو اللي همزة وصل بين يعني كل شيء واللي قريب للرئاسة وبالتالي هنايا واش يوقع هنايا تكون قرارات يعني صارمة وتكون إرادة سياسية أخرى اللي كما عرفناها في المنشآت الرياضية تكون إرادة سياسية تسييرية في التسيير التسيير الرياضي ما نش عارف إلا وافقتني ولا شوف أنا والله غير عجبتني حاجة في السيارة تاع بورالي دون سو سونس هاوليك واش نحب أنا شغل رئيس الجمهورية يقدر يجي الولاية يطلب من رأي من الوالي تاع الولايه تقرير في الحين على القطاع جميع القطاعات في الولايه هذيك هكذا ماشي بلي رابور باسكو لي رابور نيمبورت كي يقدر يدير رابور صارت في تيزي وزو هذه سي تي اون بروميير رئيس الجمهوريه استمع الى تقرير يعني بمساعده كما يقولوا فيزيو كونفرنس بلي شيف لي ستاتستيك قدموا شغل سي تون تاز قدمها ولي ولايه تيزي وزو جلالي دومي ويعني تما كان كيسيون ريبونس والولي يتكلم والرئيس يرد سي فورميدابل علاش ما نروحوش للقطاع هكذا القطاع الوزير الرياضه يجيب لي زاتليت هو يتكلم ولي زاتليت والكفاءات يتكلموا الحقيقه فوالا الحقيقه ثم الحقيقه اذا البيستوري تاعك في السبور ماشي هكذايا هكذا يحفى لازم لك غير نحي واحد زيد واحد ريحنا ان شاء الله دستوري عجبتني مراد شكرا لكم بقوا معنا بعد الفاصل خدمتي برو ديال لي غران شيف ونركز بزاف على الجوده تاع المنتوج
لازم لي نخير لي ميور برودوي. مالكم صح، انا ماشي شاف، حبيت نفرح يما ولم الفاميليا، وعلى هادي وجدت لهم امبورغر دوبل تشيز كيش ومن تارتين بخبز جلسيسول اللي كامل يتشاوه ويحبوه. البنامنين من جلسيسول. تفضلوا يا درا، عجبتكم قهوه؟ عليها الكلام دوزيا، هي القهوه اللي تخرج عليا قهوه حليب خرجت هايله بدوزيا. دوزيا هذه هي القهوه اللي كنت نحوس عليها. ها بختك. حميد غادي نكملوا كيما هكا من غدوة الصباح ولا ثلاث؟ علاه غاشي يا ودي اللي راه يشربها يقول لي بنينه زيديني بصحته. خليهم يعاودوا مادام عجبتهم، حنا على رانا هنا. زيدوهم زيدوهم. جيب 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 لي قهوة دوزيا. ايوه شبيك حيرة، قهوة دوزيا هي المخيرة. وانتي إلا كنتي متحيرة، قهوة دوزيا هي المخيرة. اتنشن، إذا الجزء الثالث بقيتوا معنا بارك الله فيكم، خصصناه لكرة القدم أكيد. درك اليوم عندنا منشآت الحمد لله، تم فرق عندها مؤسسات في انتظار مانيش عارف الحل بالنسبة لتمويل الفرق الأخرى. المهم هذا راح يبان في بداية الموسم. الانطلاقة منقوش انطلاق الموسم، ولو احنا رانا تسرعنا نوعا ما، ولكن في الأيام الأسابيع المقبلة راح تكون انطلاقة التحضير، وممكن مراد هو اللي يعطينا أكثر تفاصيل بالنسبة للفرق النوادي اللي كاين يتحضر في الجزائر كاين خارج الجزائر. فهذا أكيد راح يخلينا نتعرف على النوادي وعلى خاصة قضية الميركاتو. الميركاتو اللي معروف عالميا ولكن يختلف من بلد إلى آخر. إذن مراد قبل ما نمشي نتكلم على الميركاتو، فالتحضيرات وكتش تبدأ بالنسبة لهي نوادينا؟ علوم إذا قلنا الانطلاقة راح تكون سبتمبر 14 سبتمبر. قلنا أنا يا ملك في بداية 15 20 جويلية. جويلية أي أيوة والله، يعني ماشي لا يكونوا في لي نورم تاع 5 à 7 semaines دو بريباراسيون. داكور. بصح الأكيد هو أن احنا في الجزائر عندنا تعطيل كبير على جال الميركاتو. الميركاتو هذا في دول اخرى، في دول اوروبيه، وكذا نتكلموا على الدول الاوروبيه، راهي كلش جاهز، معناتها لا ميكانيك دو ليكيب لو جور دو بريباراسيون كذا كلش جاهز. كيفاش اليوم راهم على بالهم اللاعبين اللي جاوا، احنا مازلنا لا كورس فير شكون اللي يجيب احسن لاعب. علاش لا ديفيرونس؟ الميركاتو ايفيكتيفمون هي جلب احسن لاعبين. علاش؟ لان راك شفت بالك النقائص تاعك في الفريق، تعوض النقائص بلاعبين اللي يقدروا يعاودوا يعطيوا لك دافع للفريق نتاعك. وكل فريق الفرديه بين قوسين، يعني للاسف كذلك مازال ما لحقناش ليه، كل فريق من المرفوض مربوط باهداف، مش كاع الفريق لازم يكون عندها نفس الاهداف. يا للاسف كذلك هذا الموسم ما دام نتكلموا الا على الاموال، هم جابوا الدراهم، جات شركه جات شركه، حذاري على الفريق، الفريق اللي ما راحش يخرج بريمي. أيوة لان اليوم الناس تروح بهذاك المنطق، غدوه لو كان ما يقدرش يجيب دو ولا تروا ولا كات جوار ملاح والدنيا، يقولوا البريزيدون هذاك فشلت. صح ما هوش هذه هي، لان اليوم الفريق نتاعنا تغير جدريا لباسها في كل موسم، سواء الفريق الذي يحتل المراتب المتقدمة والأولى في البطولة تلقاه يغير 15 لاعب، يغير مدرب، يغير. أنا مازال ما فهمتش هذا. واليوم المعادلة اللي يسمع فيها الجمهور الكريم راهي سهلة ومهلة، مانيش عارف كيفاش دخلنا فلسفة واحدة أخرى على الشعب. اليوم نحكم فريق، أي فريق اللي تاع الثمانينات وتاع التسعينات وتاع السبعينات، ونقدر نقول لك بالك في اواخر الألفينيات نعطيك تشكيلة، في بداية الألف نعطيك تشكيلة كل الفرق،
نقول لك فلان الكوين جول دو فلان تروا فلان كان بعد جابوا في الميركاتو دركا والله ما نقدر نعطي لك تعداد تاع الفرق الجزائريه لان في كل موسم تغيير جذري للاعبين تغيير للمدرب ده بكري نتكلموا على المدربين اسامي المدربين كانوا مربوطين بالفرق تحكم مثلا زرار كان مربوط بشباب بالقبه ولا بشباب بالوزداد ما كانوش مربوطين بشباب بالوزداد وبالكور بلياسما وبلمسي وبشلف وهادي وبعد يحبط ويزيد تلقى كانوا مربوطين باسماء نجبدهم لك كاع ما داروش 50 ايكيب ما داروش يا ربي المخير دار 8 ايكيب المخير اونتر لا ديفيزيون دو لان الاستقرار مهم وكذلك اللاعبين المخيرين تاع من الالفينيه وروح المخيرين داروا ثلاث فرق ولا اربع اليوم راهو هنا راهو هنا ومن بعد ست شهور هنا كيفاش انت تتمكن من كيما يقول لك دير اون اوسموس دير اون كويزيون دون ليكيب فوتبول سي ان جو كوليكتيف صح دعموا بلاعبين قويين بصح ماشي ب 10 و 12 شفنا بنك الاحتياط غالي على بارفو على اللاعبين الموجودين سبحان الله سبحان ولذا اقول اليوم كذلك لان راهي المشكل راهو الناس راهي ما راهيش هات برك هاي الدراهم لان الارباح كثيرون هما وراء هاد الدراهم هادو اللي راهم يدوروا في الفوتبال ولا يبالون بالحقيقه انا اتمنى ان تتغير ذهنيات الرؤساء نتاعنا فيما يخص الميركاتو للاستقرار نعم لجلب بعض اللاعبين نعم ولكن لتغيير جذري في الفريق هذا ما يتسماش كرة القدم هذا سي بو زهرون سي هادي سي خالوطة وروح وروح كاينين رياليتي ما حبيناش نقبلوه سي لاريو كي جير سي با لي بريزيدون سي غراف قول لي نتحدى هذا الرؤساء نتحدى واحد ما يخافش من لي سيبورتي تاعو لي بشو دو سيبورتي باسكو الثقافه ثقافة ماشي سيبورت لي امبوزي لك جوار ولا ماناجير ولا لونترينور انت درك ولا راك مسؤول في البوست تاعك تخدم سولون لي باج تاع الفيسبوك ولا سولون لابريسيون تاع البيبليك تاعك تو ني با دين داتر بريزيدون انا ما نقدرش انا نهضر على لاجيت على ليبوك سيتي لاجيت واحد كيما محي الدين خالف كيراك تقول على الاستقرار الله يذكره بالخير محي الدين خالف جياسكا شوف محي الدين خالف شاك ميركاتو يبدل دو جوار تروا جوار لا ستابيليتي 13 سنه سي بريسك من الان 11 سي لامين عماره صدمي لاربس حفاف ادغير عبد السلام تشيبالو بالحسن فرقاني بويش بحبوح منال وشكون جديد كاني صاد كاع على بالنا بليك ليكيب بون جونيور كيت تري بون جونيور لي جو لي مير جون يطلعوا سيتي اون استراتيجي كاع لي زيكيب سي ار بي الصيف القل كاع هذه راحت درك ولينا تكلمت انا مثلا مصطفى معزوزي العبد الضعيف انا قلت كلوب فورماتور كل عام يبدل كلوب فورماتور لاص امورات كاع يبدلوا اسمح لي انا تكلمت على الميركاتو الامو الشعبي يكون معايا يشجعني رانا ندو بتبديد المال العام تاع المؤسسات انا شوف انا راني مع لي شيل دي فالور في الدنيا هذه كاين اللي خير منك امراد وانت كاين خير من الناس الاخرين سي تو نيشيل دي فالور انا كيفاش انا بروفيسور دو ميديسين ياخذ 20 مليون يوبيري دي مالادي سلكهم وان جوار ان جوار الجو هذا لعب تصيبو مليار مليار و200 كيفاش ما نددش انايا اللهم قد بلغت هذه لازم تحبس امورات جامي شفت ميركاتو كيما هذا اون بليس الجديد نعطيك الجديد لا 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 استنى شي كوبي لك الله يعيشك شفي عليها بالك تروح لك بالك تروح لك ليدي انا برك حبيت نفتح قوس كي قلت انت يقول لك من بعد هما الرد تاعهم يقول لك دون تو لي بيدي في كل دول العالم وفي كل النوادي يديو لي صوم هذوما ولا اكثر صح حنا نجاوبوهم خلي نجاوبهم ونكمل وخلي الجديده الله يعيشك ما تنساش الفكره نجاوبكم صح اللاعبين ياخذوا اموال كبيره لانه عنده ان كارير تاع 5 10 15 سنه وتخلص ولكن هذه الاموال هاكو تشوفوا هالاموال هذه اللي يديها هذاك اللاعب في نادي ما في اوروبا ولا حتى في كثير من الدول اللي نعرفوها ف هذيك الاموال تجي هذيك الاموال تاع الفريق تاع النادي مثلا هذاك النادي محترف عنده أموال تدخل يوميا في مجالات شتى يعني مجالات تجارية مجالات اقتصادية مجالات إلى آخره إلى آخره هذيك الأموال
يقسمها ويمد واش يحب، يحب ملاير يمد للعبد يمدلو. احنا المشكل وراه، ونخليك تكمل، احنا المشكل احنا مراد هو المال العام، المال تاع مؤسسات عمومية، المال نتاع الشعب، يروحوا يقسموه ويعطيوا اموال كثيرة. خليني نقول لك لا كونكورونس ديال لوايال هذه اللي راهي على بالك راهي سرقة درك، سي با ميركاتو، سي جو فول. كيفاش؟ سي جو فول كاركتيريزي يا جماعة الخير. انا شوف والله ما نسكت، يقطعوا لي لساني ونزيد نهضر بالإشارة، ولا ما عنديش لسان نهضر بالإشارة. اش راهو يصرا؟ امور سي كراف. كيفاش؟ بالك وتقولوا لي دي جوار اي كومبري لي راهم يجيو من الخارج تقول لي جاو بور ان بروجي سبورتيف، نزعف ما كاش من هذا. وكان جيت انت بروجي سبورتيف تروح تنيغوسي مع جياسكا، حلفت ما نهضرش جياسكا، مي كاين ان كا كونكري النيغوسي عطى الكلمه يسين دون زان كلوتر كلوب. انا نتكلم على شتي، عيب حرام. اسمع الكلمه ولات ما كاش في الفوتبول الكلمه، اللاعبين هذو ما عندهم ني الكلمه، ماشي كاع الا من رحم ربه، ما عندهم الكلمه، ما عندهم بروجي سبورتيف. انت تجي دوز ان غرون كلوب كنت تلعب في الراجا، تجي يبروزونتيو لك ان بروجي ياك زعما داكور راهي قبلت خدوه من ذاك، ما على بالكش البروجي تاع الاخضر تعطيني معاهم. سي با بور كريتيكي نو زامي دو ليسما، راني نهضر نعطي دي زيكزومبل. يرحم باباك انا شفت حاجه ثانيه هذه ما نقدرش نسكت عليها. سي عمارة شرف الدين غافو الحال، الا ديمونسي لا كونكورونس ديال لوايال هذه، الا ديمونسي هذ لي ماناجير اللي راهم يديو مع لي جوار دي كومينيكي دار ان كومينيكي اي دي كومينيكي. هذاك من تاني بديت هذا الشيء لي غرو سالير سي توا كي كومونسي. السي شرف الدين باحترام نحترمو الشخص انسان ما شاء الله، مي هاوليك لي ديريجون تاعنا كيفاش هاوليك انت هذاك المشروع اللي درته ودار عليك اليوم تشوفا اليوم بالاموال الضخمه تاعك راهم يديو لك لي جوار. سي تو ديرو سي سكي سباس دون سو ميركاتو. بور ريزومي فوضى منظمه، فوضى منظمه كما قال هذيك تاع المولود هذاك جون سيبورتير الله يرحم الفم هذاك اللي قالها. دونك اليوم كيف اريتي سو ماساكر مورد لي جوار ينيغوسي مع كلوب يدي لهم يقول لهم ديروا لي بروبوزيسيون يكريت. انت زعما فريق اكس باش ما يزعفوش علينا، فريق اكس يعطي له مليار ومن بعد يعيط له نوتر ايكيب هاتوا برهانكم اللي تكون تسا. قال له انا هذاك الايكيب اكس عطاو لي مليار، شوف انت شحال تعطي لي. ومن بعد هذاك يعطي له مليار دوسو يقول لي ديرها لي باري كي نخمم. يروح لتروازيام ما عندهمش الذمه، ما كاش ما عنده لي حب. ومن بعد كي ماركي البيت هو يديها مليار في الشهر، يروح لي سيبورتي يدير لهم هكذا المايو. ايا ما تلعبوش بينا واش من المايو، جيت على الدراهم نحترم شويه الفريق. ايمن ولا عمر معليش واحد فيكم هنايا في الميركاتو هو واش كاين؟ لا 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 تسير هذه عرف هذه عرفها مراد جيستومو كيما عندكمش مرتو راح تعطينا رايكم انتم كرياضيين في رياضات اخرى. شوف كاين لابريم، شوف كاين سالير، كاين سالير يتراوح اليوم درك رانا نعرفوه. كاين بعض الفرق لا السالير راه يوازي 30 40 50 60 مليون باش نفهم. بارك الله فيك. ما كاين فرق اخرى اللي راهي يوازي بين 120 150 200 250 300 400 500 الى اخره. اكسبسيونيل مو 500 هكذا سيديك هكذايا. بصح هنايا كاين سالير هكذايا، كاين سالير. سالير تاعك انت ايمن، انت الخلاص تاعك هنا في القناه عندك خلاص وعندك لابريم داخله في الصالير. داخله في الصالير علاش؟ لانه راك خدام في القناه هكذا، راك خالص باش تخدم، راك خالص باش تخدم. وهذو هما دونك كاين هذاك الصالير تاع 300 400 مليون وعنده لي بريم دو ماتش يسمى يخدم. يزيد لك هذا الوقت، يزيد لك هذه والله غير هذه كارثه عظمى. على بالك لي جوار كيسني كونترا ما تخلصوش يسون فو باسكو على بالو بلي دراهمهم في البنكا لا فان سيزون ما تخلصوش راه سيرا يجيبهم يدير لك برك لا بريسيون على لي بريم دو ماتش. اي والله تي فوا هاوليك وين انتوما كرياضيين نخبه الله يبارك اللي راهم حاليا وراحوا لي جوز اولمبيك وكذا، كيفاش النظره تاعهم بالنسبه لهذا الشيء اللي انا نشوفه؟ النظره تاعهم بون نظره كاع تاع لي زات الجديد يشوفوا باللي ما كانش عدل. اه داكور باسكو انت دوك انتيا عباك ميم تشوف نحكموا عن جوار تاع فوتبال وتحكم على اتلات اتلات او نيفو اتلات ديت سوف لي ساكريفيس اللي يديرهم الاتلات هذا والجوار تاع عاك تقول جوار والاخر موش لاعب
احنا ما نسموش ما عتلات ماشي لاعب باش ما يلعبش انت يا بوكسور تدخل راح تلعب جدك راح يلعب انا راح نلعب كومبا يلعبش انا راك ديجا قلت كومبا انا راح ندار اسمع راح الاخرى راح نبوكس يعني نضرب دونك ميم لي مو يتبدلوا دونك وانت كي تشوف هادو هادو ما يخو على كل حال بصحتهم ماشي نحسدوا فيهم ولا بصحتهم بصح كي تشوف نتايا بلي ديجا هاد الرياضه هادية اون جينيرال ما كاش عداله دونك مثلا تخرج بطل العالم ميداي دور عباك شحال يعطوك 250 مليون وخلاص الوزاره عاديه خلاص هذا ومن بعد تخلص عندك العام هذاك تخلص واقيلا 150,000 دينار في الشهر بوندون العام هذاك برك وخلاص مع ثلاثة اسمو هذه في الوزاره عندهم كاين لي ستاتشي اه باري ميداي دارجون ميداي دارجون عندك نورمالمون راهي 150 150 مليون 150 مليون وميداي دو برونز 100 وسانكيام بلاص كانت 50 هكذا 50 مليون باسكو في بارمي اسمو بصح انت كي تشوف هادو هاد انت راك صارف دراهم من عندك اكثر من هادو شايد بريباراسيون تاعك تسمى شهريتك اللي يكون يونطريني الشهريه تاعو يزيدها يزيدها باش لي فور باسكو ان سول اونطينمون ما تقدرش تكلاسي دو زونطينمون مي داك يزيد يديباسي ترو زونطينمون يزيد لي كومبليمون اليمونتير تاعو لي فيتامين لي يروح من عنده راح يدير لي ماساج يدير كاين امور تزيدهم من عنده لاتلات باسكو لاتلات ما نكذبوش على حنا لاتلات الجيريان ما راهوش اون بيزون شارج 100% فهمتني دونك انت كي تشوف هادو مالاتيك ما لازمش تحاسبوهم ما نحاسبوش لي زاتلات باسكو تكاليفي لي جوز اولمبيك انت تعطي له هاد لاصوم ما تحاسبوش معناتك او تكلاسيرك ديجا الحاجه الكبيره وتاهل الالعاب الاولمبيه دار ديجا حنا واش نحوسوا اسم الجزائر حاضره حنا نحوسوا على النوم من بعد تحوس على الميدايا انت تعطي له شوف شحال تعطي له مالغري لي بريزيدون قال لك صرفوا وكذا مي حنا صرفوا عليهم مي فو جوست سافوار كي صرفوا عليهم فو فوار وين راحوا لي ستاج وين داروا لازم البلون داكسيون تاعو تعرف وين دار واش من تورنوا داروا واش من ستاج الاحتكاك اللي يكون معاهم هادو لازم ساجو ثاني سي التكنيك اللي داخل وشوف هكذايا شغل تسمع لي شيفر لي مليار ما كان والو لا عاد لا رياضيه درك يلومونا يقول لك كذلك لا هذا لا في النقاش لا خلينا ما هيا هضر شويه ايمن هيا احنا حبينا ندفعوك مثلا حنا كنشوفوا لاعبين كاين لاعبين الاحصائيه تاعهم جاوا لهنا ما كانوش يلعبوا مي با اساسيين في الفريق اللي جاوا منه ويدي اموال ضخمه تشوف احصائيه كاين خاله لهنا ثاني تشوف لاعب ما كانش اساسي في النادي اللي جا منه وتلقاه يخلص دراهم كبار هنا هيك انورمال لا بصح المشكل انا نقول لك حاجه دوك الا نقعدوا برك نهضروا على الاتليت وكذا المشكل راه مشكل تاع منظومه ككل كذبت عليك باسكو اليوم الاتليت هذا تعطيني يقول لك ما نديش ولا كذا ما تروحليش المنظومه روح ديرك لي بريزيد انا جايك لا اي سون ريسبونسابل شوف انا وين اللي يقول لي منظومه ماشي با لا 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 انا البريزيد لا لا باسكو البريزيد كي اسمح لي يا مراد ولا غير منظومه كرويه منظومه رياضيه لا 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 كسب هذه شعبويه خلينا نعاود المنظومه باش ما نهضروش لا لا ريسبونسابل شنو مراد هاونيك ديفو ماشي دراهم تهضر المنظومه صافي دير على بالنا شكون اسمع البريزيدون باسكو البريزيدون لا تي نومي با لا سوسيتي وكان ما عطاك لوش كارت بلونش لا سوسيتي هذيك ما يجيبش جواب مليار شوف باسكو سي كامورات عطاك له منين هو يجيب دراهم البريزيدون البريزيد عطى له كارت بلونش هذاك من المنظومه خليني نهضر انا نلوم لي بريزيدون منين هو يجيب الدراهم تاعو تاع باباه تاع من مؤسسه تاع من تاع الشعب وين تاع الشعب المؤسسه تاع الشعب ينسى تاع الشعب هو اللي ما عنده الحق اللي يدير الشعب مال العام تاع الشعب خليني نهضر معاك اليوم لازم نكونوا موضوعيين موضوعيين شوف لا 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 شوف انا قبيل هضرت معاك قلت لك انا ديموكراتيزي لو سبور يفو تكون لونشينمون في اون ايميسيون مراد ديريك لا 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 اسمع انا دوك ما تهضرليش انا بور موا اليوم اون با دو فيريتابل بريزيدون بارك الله فيك اون با اسمح لي ولكن اون ليس فير لي شوز اون ليش فير لي شوز ماشي حتى نتخلى باش من بعد نقول اب انا حكمته لا اليوم لا جيستيون ال دوايت
اللي فيزيب الفود اسمع سي ان تريك فيزيب ما الشركه مخبيه حتى نتخلى باش نقولوا راهم ديتورناو هذا سي فيزيبل سي دي تريك فيزيبل اون دوا شونجي ان بو لا شوف زين نعطيك حاجه لو كان ديروا اون اناليز بروفوند سور لو سبور اون جينيرال نلقاو باللي بوكو دو ديسيبلين نقصوا لهم لي ليسونسي تاعهم لو نومبر دو ليسونسي دون دوتر ديسيبلين نقصوا خاطرش كاع لونطاسيون كاع الفوتبول باسكو علاه اليوم تي اون تان دو موتيفي اون ديسيبلين سونك فاتيغي هذا شنوش قال لك؟ قال لك بدراهمي كنت لازم نشري لي تريك والدنيا لي كومبليمون اليمونتير بدراهمو حتى يخرج الشامبيون باش تعطي له 250 جور تاع الفوتبول ما يصرف زيرو فرق زيرو مالا شوف مالا اليوم 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 نكونوا صراحة إيفو ريفوار إيفو ريفوار لا بوليتيك دو جيستيون دو سبور ما تبداش تقول لي انا هذا البريزيدون ما جاش وحده قال مراد علاش ما جيتش لا بروبوزيسيون تاعي عطيت لكم اون بروبوزيسيون هايله واش ان شاء الله السلطات يسمعون قلت لك قرار رئاسي واش يكون لي 16 كلوب تاع لا ليغ اون يعطيو لهم مؤسسات اقتصاديه ويديروا اجتماع مع الوزير الاول الوزير الاول يعطي لهم تعليمات بتسقيف الاجور ديرو اون فونكسيون فوا لي فيرسا بيبليك سبور ابري امورات كيما قلت انت انا بار اكزومبل مؤسسه اقتصاديه نعطيك مليون 100 مليون شهر ولا انت رئيس حبيت تعطي له 500 مليون جيب سبونسور زيد له 400 لا ديفيرونس هذا ربيع اوريك البروبليم انا راهي هنا انت راك تهضر وانا اللي نسجل فيها بلا انا شوف هو انا ما راكش تخالفتوش بالك بيناتكم ما تخالفناش هي تبدا بالمنظومه تبدا صح منظومه ولكن من بعد لا سويت تاعها تروح تمس رؤساء الفرق اللاعبين يعني الفوضى تبدا تما رؤساء الفرق ده بصح هنا يا مصطفى كي تكون منظومه كيما هضرنا قبل على المنشآت الرياضيه علاش فرات لا بروف ستادون بنين ياك لو كان تكون وتكون صرامه في تطبيق هذه الاموال بمعنى قال ما نقولوش تسقيف الاجور ولكن تكون ميزانيه محدده للاجور وانت تدبر راسك ما راحش تفوت هذيك ميزانيه ان شابيتر اون با بور دي مور فو با دي مور اسمح لي ان شابيتر شابيتر شابيتري هكذايا ما تفوتش هذيك الحد هذاك ومن بعد الباقي سي دي سي لا فورماسيون سي لي زيكيبمون سي هكذا الى اخره الى اخره داكور هنايا لو كانت تفوت الحد هذاك تما تكون عقوبات حنايا اليوم واش كنا نهضروا قبيل 300 400 500 مليون من اموال مؤسسات الدوله صح نزيد لك هذه دونك انا نظن لازم اراده سياسيه هنا نزيد لك هذه ولا غير هذه برك نعطي لك لا سوناتراك لا سوناتراك راهي تمول الفريق تاع كره القدم مبروك عليهم يزون ستيت فرحنا لهم كلش مي يفو توجور فوار لو كونتراست التناقض كيفاش لي جوار دو فوتبول اي سون بي اجور و كونت تو برون لي زوتر سيكسيون تاع المولوديه صح عامين ثلاث سنين ماشي خالصين ليكيب تاع ليكيب تاع الهاندبول لا فيرتي دو لالجيري عمالك بالليك سي لا مير ايكيب دافريك سور بلون دي تيتر هكذا لا بلوتيتر اون افريك طاحت الدوزيام ديفيزيون باسكو ما كاش انا هذا مسؤول انا ساهل انا بور موا كيفاش الاموال الطائله اللي عطيت كره القدم ما تقدرش تعطي 10% تاع هذوك تعطيهم لي خليو نفس كلمه اخيره لكل واحد تفضل مراد تفضل مراد كلمه وجبت بريزيدون كلوب اون لوكيرونس شرف الدين عمارة ما باسكو دار تغريده سي بوسا جبناها باسكو دار تغريده شرف الدين عمارة كونت يافي با دو كونكورون سي تادير الناس ما كانش عندهم توتي بون باسكو راه وحده في التيران فوالا بصح نهار دوك الى حديت التيران يسيدي بتاتر دو مان مي بصح ماهوش هذا هو برك الحل انا واش راني خايف برك بروشان سيزون بيسك انت قلت لي ديريجون تاعنا ولا لي بريزيدون تاعنا اي سون ترو غير يسمع هكذا يا بانيكي الله غالب الله غالب باسكو ماهوش محمي بيان كوم يلفو العام الجاي اي فون توس بانيكي بور كيل ريزون اللي ما يخرج الشامبيون ما عنده حتى مبرر بيسك لو سول لي موتيف اللي عنده الدراهم هو اللي دونك كاع يخرج الدراهم ومادي 8 وي برومي العام جاي وي برومي لي سلك في لي سلك في في هذه سلكت ماكرا سلكت بيض بريزيدون تاع البيض يقدر يدور هكذا يقول لهم الله غالبه هاني نلعب كونتر دي مليون تاع شلف تاع تاع خنشله بارادو بارادو سي سون بروبر ارجون دونك Et les autres équipes qui n'ont pas d'entreprise. Mais il y a 8 entreprises, les supporters, ils
يبدا يقولوا ما انا مادام انا شوف ما دابياش يحاسبوهم مادابيا لي بريزيدون دو كلوب هادو يخرجوا يلور ديفينيس لي زوبجيكتيف هذا ما كان ما مراد عليك تقول له راح نخرج شامبيون ولا نخرج مراد عمر اخطا ما نقدرش نقول لكم عفسه لي جوز افريكان تاع 2003 تاع نيجيريا بون انا ديت ميداي دور الوقت هذاك وكان معنا الفوتبال الوقت حنايا واش قالنا لي بريم الوقت هذاك ميداي دور شحال كانت 2003 كانت 150 ميل دينار 15 مليون ميداي دور تخرج شامبيون دافريك تدي 15 وكان يطلعوها بالعقل تطلع إيبا تما واسمهم الفوتبال اللي جاوا لعبوا الفوتبال جاوا تور واحد تور ومعك خسروا تور واحد هكا جاوا تور واحد عندهم 30 مليون سبحان الله اختمها عندك كلمة مصطفى بعد تفضل مصطفى تفضل شوف انا بون الحصة هذه ان شاء الله نكونوا كنا في حسن الحظ عن المشاهدين حبيت برك نجوز نداء اخوي الى جميع لي زاكتور دي فوتبول يفو بلاسي لانتيري دي فوتبول افون لي زانتيري تاعكم ولا تاع لي كلوب تاعكم خموا شويه للشعب الجزائري اللي يعاني اللي كاين اللي ما صابوش واش ياكلوا نتوما راكم تهضروا بلي مليون لي جوار سي تان جو لو فوتبول هذا يا الخاوه سي تان جو انا ما رانيش نقول لك انا ضد لاعب يخلص مليح ولا يلبس مليح صح ريسبكت لانتيري فو الكودي في بون فوالا ما تقدرش تقول الانسان ما تسرقش وانت تخلي له بيبان السرقه بارك الله فيك او كملها مورك كملها مسح نعطيو الايمن هو اللي يكمل هو اللي يختم انا نقول الشيء المؤسف ما وليناش ولينا بطوله قاحله لا تنجب المواهب هذه هي كل موسم حكايه واحده هذه سي فري باسكو المواهب ما كاينش يعني كي مارج دو لو كيلكو برك هذا ما كان المهم بارك الله فيكم مشكورين نلتقي بالمشاهدين اللي يتبعوا قناة الاقتصادية يوم الاثنين إن شاء الله يعني في حصة على التماس ونعطيه لهم موعد كذلك بالنسبة للألعاب الأولمبية راح يكون ديبا يعني في كل سهرة باش يعني نتابع هذا الحدث وبعدها أكيد بداية الموسم راح يكون نقاش آخر مع الحصص والرياضات بصفة عامة شكرا إذن لكل زملاء التقنيين شكرا لكم وإلى اللقاء خدمتي برو ديال لي غران شيف ونركز بزاف على الجوده تاع المنتوج لازم لي نخير لي ميور برودوي مالكم صح انا ماشي شاف حبيت نفرح يما ونلم الفاميليا وعلى هادي وجدت لهم امبورغر دوبل تشيز كيش ومين تارتين بخبز ديال سيسول اللي كامل يتشاوه ويحبوه البنامنين من ديال سيسول صدنو يا درا عجبتكم؟ اه وعليها الكلام دوزيا هي القهوه اللي تخرج عليا قهوه حليب خرجت هايله دوزيا هذه هي القهوه اللي كنت نحوس عليها ها بغتها حميد غادي نكملوا كيما هكا من غد نصبح ولا سرات علاه غاشي يا ودي اللي راه يشربها يقول لي بنينه زيديني بصحته خليهم يعاودوا مادام عجبتهم حنا على رانا هنا زيدوهم جيب 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 لي قهوة دوزيا ايو شبيك حيرة قهوة دوزيا هي المخيرة وانتي إلا كنتي متحيرة قهوة دوزيا هي المخيرة